تزل عن شيبتني هود وأخوات. نعم، هذا الحديث جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقصده يعني بأخوات هود السور التي فيها حديث عن يوم القيامة، يعني حديث عن يوم القيامة يعني بصورة تخيف الإنسان. نعم. ومنها سورة التكوير، منها سورة الانفطار، منها سورة الانشقاق تقريبا. فهذه أخوات هود التي فيها حديث عن القيامة وأحوال الناس يوم القيامة، بين ناج ويعني هاي ما بين من أصحاب اليمين أو ما هو من أصحاب الشمال.